أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن تنوع الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقام على أرض مملكة البحرين تسهم بشكل كبير في تعزيز وصقل المواهب الشبابية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرياضة المتعددة، مشيرا إلى أن ذلك كان له عظيم الأثر في رفد المنتخبات الوطنية في الرياضات المختلفة بالطاقات الشبابية المميزة التي تسعى دوما لرفع اسم الوطن في مختلف البطولات والفعاليات سواء كانت دولية أو إقليمية. مؤكدا سموه بأن الشباب البحريني هو ثروة الوطن وعماد تطورها، وهو ما يمثل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تقديم كافة الدعم والتشجيع الذي يسهم في تميز وكفاءة الشباب في مختلف المجالات. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله ختام بطولة العيد الوطني لكرة القدم الشاطئية، حيث أشاد سموه بالتنظيم المميز للبطولة وما أبدته الفرق المشاركة من تفاعل وتنافس للظفر بهذه البطولة، مقدما سموه تهانيه للفرق الفائزة بالمراكز الأولى وشكره لكافة القائمين على البطولة والمشاركين الذين أسهموا في نجاح البطولة. وكان سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة قد توج النادي البديع بطلا لبطولة العيد الوطني لكرة القدم الشاطئية، والتي أقيمت في الفترة 28 من ديسمبر الجاري على الملعب الرملي التابع لاتحاد الكرة، وذلك تحت رعاية كريمة من قبل سموه. وجاء تتويج نادي البديع بعد تفوقه في المباراة النهائية على مركز شباب كرزكان بسبعة أهداف مقابل خمسة. وشهد الحفل الختامي حضورا رسميا كبيرا من قبل مختلف المسؤولين، وبعد نهاية المباراة النهائية للبطولة قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ توج فريق البديع بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، كما توج فريق كرزكان بالميداليات الفضية، فيما حصل فريق سار على الميداليات البرونزية. واشتمل الحفل الختامي أيضا على تقديم هدية تذكارية من قبل رئيس اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة الخليفة لراعي البطولة سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة. وقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، كما كرم سموه الحكام الحاصلين على الشارات الدولية. وكان برنامج اليوم الختامي للبطولة حافلا بالعديد من الفقرات، إذ أقيمت مباراة استعراضية قبل المباراة النهائية، وشارك فيها العديد من المسؤولين والرياضيين السابقين ونجوم التمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي.